السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب 6 برايمري. النهاردة موعدنا مع أول درس من دروس يونت 1 وهو ليفرز، الروافع. ليفرز كان زمان أما بيجوا يجروا أي حاجة موجودة على الأرض، سواء مثلا صخرة عايزين يحركوها من مكانها أو طوبة كبيرة، كان طبعا في مشكلة كبيرة أن الموضوع ده طبعا شاق عليهم، أنهم ما يقدروش يحركوا صخرة زي دي من مكان للتاني، وكذلك هنا نفس الكلام بوكس زي ده ما يقدروش يحركوه من المكان ده للمكان ده، تمام؟ فمن هنا جه للإنسان فكرة الليفرز أو الروافع. الإنسان بدأ يفكر طب هو إزاي مثلا أحرك صخرة كبيرة من مكان للتاني أو طوب أو أي حاجة أنا عايز أحركها ومش عارف أو الموضوع شاق عليا. فابتدى الإنسان البدائي يفكر في حاجة كده، إن هو يجيب أي جسم صلب، سواء الجسم الصلب ده كان خشب أو حديد، أي جسم صلب يبتدي يجيبه، بس لازم تكون حاجة صلبة ومتينة علشان يقدر يحرك عليها الحاجة التقيلة أو الصخرة اللي هو يحركها دي. فابتدى الإنسان يجيب جسم صلب، تمام، وحط فيه كده زي طوبة أو أي حاجة صغيرة كده بيحطها في نص الجسم ده كنقطة ارتكاز عليها، بحيث مثلا الجسم ده ما يتكسرش أو الجسم ده يبقى مسنود، تمام. ومن هنا جت فكرة الروافع أو الليفرز. يبقى دي كانت إيه؟ سيمبل ماشينز، يبقى دي كانت حاجة بسيطة جدا الإنسان اخترعها، مش جهاز أو جهاز كهربائي أو أي حاجة، حاجة بسيطة جدا الإنسان اخترعها بحيث إن هي تسهل عليه الأمور اليومية بتاعته، سواء البنى أو أي حاجة عايز ينتقل بيها من مكان للتاني. فهي من هنا جت لنا فكرة الليفرز أو الروافع، بس لحد دلوقتي ما كناش عارفين دي عبارة عن إيه أو بتتكون من إيه. فجه العالم أرشميدس سنة 260 قبل الميلاد، وهو اللي عرف لنا الروافع، هو اللي عرف لنا إيه هي الليفرز وبتتكون من إيه وإيه الأنواع بتاعتها وإمتى أقول على الحاجة دي ليفرز ولا لأ. يبقى ليفرز were first described in 260 BC by the Greek scientist Archimedes. سنة 260 قبل الميلاد جه العالم أرشميدس وهو اللي عرفنا يعني إيه ليفرز، وهو اللي قال لنا الشروط بتاعت أي جسم عندي وأي حاجة عندي أقول عليها ليفر ولا لأ. يبقى الليفرز عبارة عن إيه؟ They are simple machines that help man to perform heavy tasks more easily. يبقى دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن simple machines، دي حاجة بسيطة جدا أو آلة أو جهاز بسيط جدا، هو مجرد ما الإنسان اخترع زي خشبة كده وحط فيها نقطة حاجة كده بسيطة يرتكز عليها الجسم الصلب ده أو الخشبة دي، وزي ما انتوا شايفين هنا في الصورة، وبيمسكها من الناحية دي والناحية التانية بيبتدي يرفع عليها أي جسم قوي أو حاجة تقيلة heavy objects معنى أصح، يبتدي يعرف يحركها، تمام؟ يبقى to perform heavy tasks more easily، إنها تبتدي تعمل لنا الأعمال الصعبة أو الأعمال الشاقة بكل سهولة. يبقى دي simple machines، حاجة بسيطة جدا مجرد الإنسان بس جات له الفكرة بتاعته إن هو يكونها علشان تسهل عليه أمور حياته. طب نيجي هنا كده، ده قدامنا هنا مجموعة من الليفرز، أشكال مختلفة من الليفرز، تمام؟ كل دي كده ليفرز. طب كل الليفرز اللي قدامي دي انا عايز اعرف صفات مشتركه في الليفر، وعايز افهم ايه اللي موجود في الليفرز مش موجود في الحاجات التانيه، عايز اعرف ايه الصفات المشتركه في الليفر. هنجاوب على شويه اسئله ومنها هنبتدي نعرف الليفر ده بيتكون من ايه. اول حاجه عندي all the previous machines consist of a rigid bar، هل كل الماشينز اللي قدامي دي بتتكون من rigid bar؟ هل فيها جسم صلب؟ هل كل حاجه انتوا شايفينها قدامي كل حاجه فيها جسم صلب؟ تعالوا نشوف، ادي ده كده جسم صلب وده جسم صلب، ده كده جسم صلب، مش حاجة مثلا متنية أو حاجة رابر مطاط، لا جسم صلب، حاجة صلبة أقدر إيه؟ أقدر إن أنا أشيل بيها حاجة أو أقدر أمسكها بقوة وأحرك عليها حاجة تقيلة، تمام؟ أجي هنا ده كده جسم صلب، يبقى أنا كده ملاحظة إن كل الصور اللي عندي دي فيها أجسام صلبة، rigid bar. طيب A person exerts force when using each machine، هل الإنسان بيبذل قوة وهو بيستخدم كل حاجة؟ أكيد طبعًا، أكيد إن أنا عشان أحرك الصخرة دي بالليفر اللي عندي ببذل قوة، وهنا نفس الكلام علشان أشيل المسمار ده ببذل قوة، حتى لو القوة دي بسيطة بس لازم برضو أبذل قوة. طيب there is a fixed point where each machine rotates on، هل في fixed point؟ يعني إيه بقى fixed point دي؟ يعني هل في نقطة ارتكاز في الصور دي كده الأجهزة اللي عندي أو الليفرز اللي عندي دي بترتكز عليها أو بتبتدي تدور حواليها؟ هنشوف دلوقتي وهنبتدي نقول الكلام ده بالتفصيل تاني. تعالوا نشوف كده الصورة دي، حاجة بسيطة جدا اللي هي النت كراكر أو كسرت البندق اللي أنا بقول عليها، تمام؟ آدي أنا ماسكة اللي كسرت البندق دي من هنا، وشايفين هنا إيه؟ بصوا كده، في هنا زي نقطة ارتكاز، في هنا بوينت واضحة قوي، فيكسد بوينت. هل لو النقطة دي مش موجودة
الجهاز ده او الليفر اللي عندي ده هيبقى موجود؟ هعرف اربط الدراع ده بالدراع ده؟ لا طبعا، لازم هنا دي كده نقطة، مجرد انها نقطة انا حاسة انها ملهاش لازمة، لا طبعا، بس هي الاساس عندي، لازم وجود النقطة دي علشان كل الجسم اللي عندي ده يبتدي يتحرك ويشتغل معايا. تمام، يبقى انا كده لاحظت من الصور دي، انا لحد دلوقتي برضو مش عارفة يعني ايه ليفرز ومش عارفة بيتكون من ايه، بس انا لاحظت من مجموعة الصور اللي عندي دي ان انا عندي ريجيد بار، ان انا كل الصور دي اللي عندي، عندي جسم صلب، جسم متين، تمام، وان في كل الحاجات اللي عندي دي الانسان بيبذل علشان يحركها. ولاحظت كمان ان في فيكسد بوينت، في زي نقطة ارتكاز كده الجسم بيبتدي يتحرك حواليها. طيب تعالوا كده هنا، ده كده ايه؟ دي كده ويل بارو. طيب نيجي هنا بقى كده، دي احد انواع الليفر. تمام، احنا عايزين نشوف الليفر ده عبارة عن ايه وبيتكون من ايه وايه الاستراكشر بتاعه وايه اللي بيميز الليفر ده عن اي حاجة تانية. طيب اول حاجة عندي هنا ايه؟ شايفين المكان اللي العامل ده ماسك منه العربية دي؟ دي عربة الحديقة اللي هي اسمها ويل بارو. تمام، طيب المكان اللي العامل ماسك منه العربية دي بقول ايه على المكان ده؟ يا ترى هسميه ايه؟ المكان ده اللي العامل بيبتدي يبذل جهد علشان يحرك العربية، ما هي مش تتحرك لوحدها، فلازم ابذل قوة او مجهود عشان ابتدي احرك العربية دي. فاذا انا سميت المكان ده effort force، effort force قوة الجهد. ده المكان، اي ليفر عندي المكان اللي انا بمسك منه الليفر بقول عليه effort force او قوة الجهد، ده المكان اللي انا ببذل جهد او يعني بضطر ان انا ابذل قوة علشان خاطر احرك الليفر اللي عندي. يبقى فين الايفورت فورس عندي هنا؟ ادي الدراع ده كده، ده كده ايفورت فورس، وده كده هنا ايه؟ ايفورت فورس. ايفورت فورس ده المكان اللي انا ايه؟ اللي انا ببتدي امسك منه الليفر عشان ابتدي احركه او ابتدي ازق حاجه تقيله. طيب المكان بقى التاني اللي انا بحط فيه الحاجه اللي انا عايز ازقها او عايز احركها، يبقى ده المكان ده هنا كده، ده بسميه ايه؟ المكان ده كده بسميه ريزيستنس فورس، بسميه ايه؟ ريزيستنس فورس، قوه المقاومه، معناها الحاجه اللي انا بحطها بتعمل لي مقاومه. تمام، ما انا لما بحط هنا مثلا رمله او طوب اكيد بتعمل لي مقاومه وانا بزق العربيه، بحس ان انا بعافر شويه وانا بزق، يبقى ده كده اسمه ايه؟ ريزيستنس فورس او قوه المقاومه. يبقى تاني المكان اللي انا بمسك منه الليفر وببذل مجهود علشان احرك الليفر اللي قدامي بسميه ايه؟ ايفورت فورس، وبرمز له بالرمز اف. طيب المكان اللي انا بحط فيه الحاجه اللي عايزه تتزق او عايزه احركها، دي الحاجه اللي بتقاومني شويه او بتتعبني شويه وانا بزق، فعشان كده انا سميتها resistance force او برمز لها بالرمز R. طيب هل ده في rigid bar؟ اه الجسم طبعا ده كده كله جسم صلب متين اهو من الحديد، يبقى ده كده rigid bar. طب في حاجه كمان اخيره علشان اللي عندي ده كده يبقى كون لي الاستراكشر بتاع الليفر، شايفين الدراع اللي عندي ده كده والدراع اللي قصاده الناحيه الثانيه بيربطهم مع بعض ايه؟ البوينت دي، النقطه دي اللي بتربطهم مع بعض، يبقى هي دي الفيكسد بوينت اللي انا كنت بقول عليها او نقطه الارتكاز. بسميها ايه بقى النقطه دي؟ بسميها فولكروم، بسميها فولكروم وبرمز لها بالرمز او. يبقى دي حاجه مهمه جدا بتربط لي، او نقطه الارتكاز اللي بتربط لي الليفر كله ببعضه. يبقى تاني، يبقى انا ايه الاستراكشر بتاع الليفر اللي ارشميدس شرحه لي؟ قال لي ان الليفر اللي عندي لازم يبقى فيه ايفورت فورس، المكان اللي انا بمسك منه الليفر، ولازم يبقى عندي ريزيستنس فورس، دي ايه بقى؟ دي قوة المقاومة، ده المكان اللي انا بحط فيه الحاجة اللي بتقاومني وانا بزق الحاجة دي، يبقى ده resistance force. تمام؟ طيب وعندي نقطة ارتكاز بتربط الليفر كله ببعضه، نقطة الارتكاز دي اللي الليفر بيرتكز عليها اسمها ايه؟ اسمها fulcrum. يبقى تعالوا بقى نشوف الكلام ده كده structure of the liver. It is a rigid bar، شايفين ده كده؟ ده كده ايه؟ rigid bar او جسم صلب. يبقى it is a rigid bar straight or curved. straight لا اما يكون مستوي كده لا اما يكون عامل لي كيرف كده، متني من الناحيه دي مثلا ومتني من الناحيه دي. في انواع ليفرز كده وانواع ليفرز كده هنشوفها مع بعض. That rotates around the fixed point called fulcrum. لازم يبقى عندي نقطه ارتكاز الليفر كله بيدور حواليها. يبقى rotates around the fixed point called fulcrum. وايه كمان بقى في الليفر ده؟ حاجتين قلنا عليهم. And is also affected by effort force and resistance force. عندي effort force ده المكان اللي انا بمسك منه الليفر وببتدي ابذل قوه، يبقى ده عشان كده اسمه قوه الجهد. وعندي المكان الثاني اللي بيقاومني اسمه ايه؟ resistance force. يبقى لو جاب لي definition او اكتب الاستراكشر بتاع الليفر هتقول ايه؟ It is a rigid bar that rotates around a fixed point called fulcrum and is also affected by
effort force and resistance force. يبقى هو ده كده ايه؟ ده كده الـ structure of the liver. لو جاب لي scientific term a rigid bar rotates around a fixed point called fulcrum هنقول ايه؟ هنقول the liver. تمام؟ طيب ناخد examples of livers. عندي اول حاجة ايه؟ عندي اول حاجة النوت كراكر اللي انا بقول عليها ايه؟ بقول عليها كسرة البندق. هل النوت كراكر ده برضو بعتبره livers؟ يبقى لازم نشوف الاستراكشر بتاعه زي الاستراكشر بتاع الليفر ولا لا، ومن هنا هنحدد اذا كان ده ليفر ولا لا. اول حاجه عندي ده ايه؟ ده حاجه واضحه جدا، فيكسد بوينت اللي هو الفولكرم. تمام. طب ومن هنا ده كده ايه؟ المكان اللي انا بمسك منه الليفر ده اسمه ايه؟ ده اسمه الايفورت فورس. ده المكان اللي انا بمسك منه الليفر، وهنا بقى المكان اللي انا بحط فيه الحاجه اللي انا عايز اشتغل عليها او اكسرها او احركها اسمه ايه؟ ده ريزيستنس فورس. يبقى انا عندي فيكسد بوينت وإيفورت فورس وريزيستنس فورس، يبقى ده كده ليفر ولا لا؟ يبقى ده كده ليفر. طب لو قلت لك give reason نت كراكر is a liver، ليه النت كراكر is a liver؟ هتقول الديفينيشن بتاعه بالظبط اللي انا لسه قايله لكم عليه. هتقول because it consists of rigid bar rotates around a fixed point اللي هي ايه؟ fulcrum and is also affected by ايه بقى؟ عندي حاجتين effort force and resistance force. تمام كده. طب تعالوا نشوف حاجه تانية. دي كده ايه؟ الدباسة اللي هي ستابلر. Is it a liver؟ لسه مش عارف دي ليفر ولا لأ. أول حاجة عندي it is consist of a rigid bar. طيب ده ايه ده؟ ده كده ايه؟ ده كده الفولكروم الفيكسد بوينت اللي أنا قلت لكم عليها. لازم أي ليفر ألاقي فيه فيكسد بوينت كول فولكروم. تمام؟ والمكان اللي أنا بقى بمسك منه الدباسة ده بسميه ايه؟ بسميه effort force. طب المكان اللي انا بحط فيه الورق بسميه ايه؟ بسميه resistance force. يبقى انا عندي fulcrum resistance force و effort force. يبقى ده كده ايه؟ ده كده liver. طيب ايه هو بقى الديفينيشن بتاع effort force؟ the force exerted by a person to equilibrate the resistance. انا عندي هنا ال effort force. تمام. the force exerted by a person to equilibrate the resistance، ده الفورس اللي الانسان بيعمله علشان يعادل المقاومه اللي موجوده الناحيه الثانيه. سواء مثلا هنا الليمون سكويزر اللي هي عصاره الليمون، هنا هعمل ايه؟ هنا انا بحط الليمون هنا وببتدي اضغط على الدراع ده، فانا كده بعمل ايه؟ فانا كده بعمل قوه، ببذل قوه علشان خاطر ايه؟ اعرف اضغط على الليمونه دي واعصرها. يبقى دي الفورس اكزيرتد باي بيرسون تو ايكوليبريت ذا ريزيستنس، علشان اقدر اتغلب على المقاومه اللي موجوده هنا من حاجه بسيطه زي دي. يبقى اما انا اضغط على الدراع ده كده معناها ان انا بعمل ايه؟ بعمل effort force. طب ليه بعمل effort force؟ علشان خاطر اعادل المقاومه بتاعه الحاجه اللي موجوده هنا. يبقى الدراع ده كده عندي هو ده كده ايه؟ ال effort force. اهو ببتدي احركه بنزل كده بيها وببتدي احركه علشان خاطر اقدر اعمل equilibrate لمقاومه الحاجه اللي هنا اللي هي الليمونه اللي موجوده هنا، ابتدي اعصرها بكل سهوله. تمام. يبقى الـ effort force is a force exerted by a person، الفورس اللي الإنسان بيعمله، القوة الجهد اللي أنا بعملها to equilibrate the resistance، علشان أعادل المقاومة اللي موجودة معايا في الناحية التانية. زي برضو عربة الحديقة اللي أنا وريتها لكم، ببتدي أزق العربية جامد علشان إيه؟ عشان أبتدي أحرك المقاومة بتاعة الرملة أو الطوب أو الحاجة اللي أنا بزقها. تمام؟ طيب تعالوا نشوف برضو على نفس المثال على الليمون سكويزر ده اللي هي عصارة الليمون. The force that result from the weight of the body that we want to move. طب احنا قلنا ان القوة اللي الانسان بيعملها دي الافورت فورس. طب القوة اللي نتيجة للجسم، لوزن الجسم اللي موجود عندي الناحية التانية. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي ليمون هنا، تمام؟ وزن الليمون اللي هنا او المقاومة بتاعت الليمون اللي هنا بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي resistance force. تمام؟ الحاجة اللي بتقاومني وانا ببتدي اضغط على الافورت فورس. يبقى الحاجة اللي هتقاومني وأنا بدوس هنا على العصارة بتاعت الليمون دي، الحاجة اللي هتقاومني هنا إيه؟ الليمون. يبقى المكان ده بتاع إيه؟ المكان ده بتاع المقاومة، بتاع الحاجة اللي بتقاومني وأنا بضغط. عشان كده بسميه قوة المقاومة، المقاومة اللي هي بتقاومني وأنا بضغط عليها من الناحية التانية. يبقى the force result from the weight of the body that we want to move. من وزن الجسم اللي موجود عندي الناحية التانية اللي أنا ببتدي إيه؟ اللي أنا ببتدي أضغط من ناحية الإيفورت فورس عشان أتغلب عليه. تمام؟ طب هنا المثال بتاع اللي هو عربة الحديقة أو الويل بارو ده، فين قوة المقاومة عندي؟ قلت اللي هنا قوة المقاومة. تمام؟ ليه أنا قلت إنها result from the weight of the body؟ لأن على حسب الحاجة اللي موجودة هنا، على حسب ما هيزيد عندي الـ weight of the body وهيزيد المقاومة. يعني أنا هنا لو مثلا واحدة واحدة كده معايا،
لو انا هنا مثلا عندي العربيه دي فاضيه، هل الشخص ده هيحس باي مقاومه وهو بيتحرك؟ لا طبعا، هو هيحس ان هو ماشي عادي بكل سهوله ومفيش اي مقاومه. طب لو انا حطيت شويه رمله صغيرين قوي، هيبتدي الويت اوف ذا بادي بتاع الجسم اللي عندي، وزن الجسم هيبتدي ايه، هيبتدي وزن الجسم اللي عندي يزيد، فهبتدي احس بقوه المقاومه او الريزيستنس فورس اللي عندي زادت، فانا محتاج ابذل مجهود عشان احركها. طب لو انا زودت الويت اوف ذا بادي وحطيت شويه طوب، يبقى ايه، يبقى قوه المقاومه عندي زادت، يبقى المقاومه اللي عندي مقاومه الحاجه اللي انا بزقها او اللي انا بحركها. طيب اخر حاجه عندي بقى هي ايه، هي الفولكروم، افيكسد بوينت ويتش ذا بار روتيتس اراوند، دي النقطه الثابته تمام اللي الايه، اللي البار اللي عندي او الليفر اللي عندي بيبتدي يتحرك حواليها او يدور حواليها. يبقى دي كده ايه، الفولكروم تمام. يبقى انا عندي قلنا ايه، قلنا فولكروم تمام، وعندي ايه تاني، وعندي ريزيستنس فورس، ذا فورس ريزلت فروم ذا ويت اوف ذا بادي ذات وي وونت تو موف. يبقى الفورس ريزلت فروم وزن الجسم اللي عندي اللي انا عايز احركه. وتالت حاجه كانت عندي ايه، الايفورت فورس، ذا فورس اكزيرتد باي بيرسون تو ايكوليبريت ذا ريزيستنس، علشان ايه، علشان اوازن او اعادل المقاومه اللي عندي. يبقى ايفورت فورس، ريزيستنس فورس تمام، واخر حاجه ايه، اخر حاجه الفولكروم، فيكسد بوينت ويتش ذا بار روتيتس اراوند. نيجي بقى هنا سؤال امتحانات، لو قلت لك give reason soda bottle opener is a liver، ليه عندي اللي هي الفتاحة بتاعت البيبسي دي ليه أنا بقول عليها liver؟ تعالوا كده واحدة واحدة ونفكر مع بعض. أنا أي حاجة بقولها liver لازم تبقى فيها جسم ثابت، جسم صلب اللي هو rigid bar، ولازم ألاقي فيها effort force وfulcrum اللي هو الفيكسد بوينت، ولازم ألاقي فيها كمان resistance force. إيه ده، وأنا ألاقي الكلام ده كله؟ أه الكلام ده كله موجود. عشان كده انا بسألك بقى ليه الصودا بوتل اوبنر از ليفر. يبقى انا هقول ليه، اكيد لان هي فيها الثلاث حاجات دول، عشان كده انا قلت عليها ليفر تمام. ايه بقى هم الثلاث حاجات دول؟ ادي عندي المكان اللي انا بمسك منه البوتل اوبنر دي، اسمه ايه، اسمه ايفورت فورس، ده المكان اللي انا بمسكه من ايدي ببذل بيه المجهود، يبقى ده الايفورت فورس. طيب عندي هنا بقى ايه، ده المكان اللي انا بحط فيه اهو، بصوا هرجع لكم كده، ده المكان هنا ايه اللي انا بحط فيه الغطاء بتاع الازازه اللي عندي، يبقى ده المكان اللي اللي بيعمل مقاومه، يبقى ده الريزيستنس فورس، الحاجه اللي انا عايز احركها او عايز اشتغل عليها دي كده ريزيستنس فورس. يبقى انا عندي ايفورت فورس، وعندي المكان اللي هنا ده كده اسمه ريزيستنس فورس، ودي كده ايه، دي كده الفولكروم، فيكسد بوينت، النقطه الثابته اللي هي نقطه ايه، نقطه الارتكاز بتاعه الليفر. يبقى اي سؤال جيف ريزون هيقول لك اي حاجه ليه ليفر، هتكتب الكلام ده كله بالظبط. اي حاجه عندي في give reason soda bottle opener is a liver stapler is a liver wheelbarrow is a liver، اي حاجه هيقول لك ليه الحاجه دي ليفر، هتقول ايه، هتقول because it consists of a rigid bar that rotates around the fixed point fulcrum and is affected by effort force and resistance force. طيب سؤال سهل جدا في الجزئيه دي، بيجي scientific term، اي بقى definition من الثلاث definition اللي احنا قلنا عليهم. The fixed point of a rigid bar، أول ما الاقي fixed point يبقى إيه؟ يبقى fulcrum تمام، يبقى fixed point هي الفولكرم. طيب it is the force exerted by person to equilibrate the resistance، واحدة واحدة، الفورس اللي الإنسان بيعملها علشان يعمل إيه؟ يعمل equilibrate the resistance. أنا أول ما شفت الفورس exerted by person يبقى ده إيه؟ دي كده الإيفورت فورس على طول. طيب آخر حاجة بقى بعد التركيز اللي احنا ركزناه دلوقتي مع بعض، هنراجع بسرعة مراجعة سريعة، وهنجيب ورقة وقلم وهنبتدي نكتب الهومورك، هنبتدي نجاوب على الهومورك ده، وان شاء الله في الفيديو اللي جاي اول حاجة هعملها ان انا هحل الهومورك ده معاكم، وهنشوف اجاباتنا صح ولا لا تمام. لو استفدتوا معايا في الفيديو بتاع النهاردة وعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تعملوا سبسكرايب، وتدوسوا على زر الجرس علشان يوصل لكم كل فيديو بعمله ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.